السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. فيديو المره غيرنا شوي بالفيديوهات، ما دائما بنزل ارانجل، حبيت اغير الخريطه شوي مع اني ما بحب الخرائط الثانيه، فاحتمال من يوم رايح اضل انزل سان هوك مع انه ما فيها كريه مثل الارانجل. ففيديو اليوم نزلنا سان هوك وكان في مواجهات حلوه وفي عدد كيلات حلوه، فحبيت نزلكم الفيديو تشوفوا الفيديو انتم كمان، تعطونا رأيكم عن الفيديو كيف كان المواجهات، كيف الجيم، بدكم اني ضل انزل سان هوك ولا اي خريطة تانية، لانه ارانجل والله ملينا انه من كتر الهكرية. يعني امبارح كنت بالتاج، اليوم صرت بالماسي، من ورا الهكرية بنزل بيقتلني هكر، بنزل بيقتلني هكر، فما بعرف. فلعبت جيم سان هوك، فما كان حسيت انه ما فيها هكرية مثل ارانجل مع ارانجل، فاليوم رايح احتمال انزلكم بس سان هوك وخرائط تانية. فان شاء الله يعجبكم الفيديو، واذا عجبك الفيديو كمان لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس اذا اول مرة عم تتابعني، وانت عم تتابع الفيديو حط لايك واكتب كومنت حلو على ذوقك، وانشر الفيديو بكل مكان، خلي كل جماعتك يشوف الفيديو ويكتروا عنا المشتركين ويكبر القناة. وشكرا لكم، وهلا بتركم مع الفيديو مشاهدة ممتعة، ما حدا يطلع على وشي لأنه هلا فايق من النوم، وبترككم مع الفيديو مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم. سكواد البني شرحون ما عاد إلنا حكي، بس شوف لعبة تكتيك واسمع لي صوت البكي. سكواد الحارب سكواد المعاقب، بدك تتحدى ايه تحمل العواقب، خالف المسؤولية اذا صابك افراط، شعور بالفشل كآبة وانحطاط، لا تلومني شو بساوي انت اللي تحديت، لو كنت مكانك حالي بهالموقف ما رميت. سكوادي قادر انه زلزل لك ارضك خليك مجنون. يو قليل هون في قنابل، يا الله لا انا فكرت هذا اللي عندي قناص اللي بيدي رش. يا الله لحظه 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 انتبه، انا راح اشيله. طول بالك كابوس شيل هوي فوق. وين هن؟ واحد نوك خط ثاني، هن ورا البيت. Enemies ahead. مين اللي عم يضرب كامون؟ مين عم يضرب كابوس؟ وين؟ كل طلقات الهيد ورا 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 ورا. بقى عندي كفو. ليكو ليكو جوا 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 بالمسودة. ليك ليك سكوبات الستة اللي عندهم، يا الله اعطيني سكوب ستة. هاي تعال اعطيني الكار اللي عندك. في واحد تاني
كفو سكوب ستي عندك؟ زي هذا في او اي جي دم؟ ما عندي دم غير 5 باند. مين ضرب الفلير؟ فلير عنا فلير؟ فلير ليك ليك تحت بالبيوت هني هني تحت ما في تدير بالك ما في تدير بالك هذاك تفنش بس صاحبه وين؟ فتحت واحد فوق انا اثنين نوك فوق فوق اثنين نوك وين هن؟ كان في واحد زهري كمان نزلته وما جاني لا عليه كيل ولا مبين وين هو. طيب وهذا اللي فنشته كمان نزلته مرة بعد ما نزل روندي. عليك 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 تحت تحت ما قلت لك راح يسوي فلانك؟ ايه ايه انميز اهيد ورا الصخرة؟ مفتوح على الارض هو يدير بالك قاعد عليك ورا الصخرة ورا الصخرة هاي الصخرة اللي قدامنا هون في واحد هون في واحد على اليسار في واحد على اليسار كمان عزوز صار ورا من الصف كمان انميز اهيد فنش اطلع كمان اطلع انا طلعت اطلع هذول خالصين تعال خد كفر تعال واحد طلع من الدائره ها ورا 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 هذاك البيت طلع من الدائره هذا كو كيل هذا عم اضرب هذول ضربهم شوفوا ايه هذا اللي طلع من الدائره واحد ثاني كان لابس احمر واحد ثاني في واحد ثاني واحد ثاني في واحد ثاني هذاك ورا هاي الشجره اعطيته وقع شوفوا صديق دابني ولو كابوس لحقني لانه الدم يروح خد صخرة انت انا اخذت الصخرة نحن بالدائرة ارمان خد كفر انت ارمان دير بالك ورا الصخرة هو اه صاحبه عم يروح لعنده حاولوا تفنشوا لا 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 الثاني كمان نوك نروك ما ولا لا تفنش
ورا الصخرة أخذ الصخرة كف العلون قدامي له. بتعطوني إني على الصخرة. نزلت قهرمان. واحد فوق 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 وراي. عند آخر واحد فوق. هداك وي هداك وي عند ال شو اسمه. ما دير بالك. قطيت تتدبش. شو؟ أنا ميت. كيف هيك؟ أنا ميت. كيف هيك؟ دير بالك كرمان هذا مو مضى. فنش شوقاني نوك مع بعض. ليكو. صوت. ولا الصخرة صار. اروح على اللوبي. كفو والله كبش. فحش. بس اعطيته اياها قبل. هك عم شوف. ولك كيف الدم ما بعرف. يلا ما نزل. كفو.